ليكي في 2023 وما تبقيش أنانية، تتمني لنا كلنا، وتقولي لي الأمنية الشخصية بقى بتاعتك كمان. طب بصي، اتمنى بقى لكل الناس وانكلودنج انا برضو ان احنا كل واحد يلاقي طريقه ويلاقي الحاجة اللي بيحبها ويفكر في نفسه. يعني دي انانية شوية، بس كل واحد يبقى اناني سنة 2023. معلش مش اناني وحش. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه يفكر في نفسه؟ يعني يفكر في نفسه قبل ما يفكر ولا يبص في ورقته بس؟ لا مش قصدي كده. أوكي. لا انا قصدي انه يفكر في نفسه. يعني احنا بنقعد دايما ندي اللي حوالينا. طب حلو، على فكره انا مش هختم بقى مع علا لانها فتحت لي حاجه تانية. ليه؟ هل عمرك بتفكري لنفسك ولا بتفكري معلش انت يعني مرات احمد داوود وفي قصه حب رهيبه. أيوه. فالتفكير بيبقى ابدا ليكي لاحمد ولا للعلا؟ ما انا بقول لك بقى، مثلا السنه دي بقى 2023 هو ده قصدي بقى نفس شويه. يعني قعدنا كتير بدنا العيال يعني دايما الواحد بيفكر ايوه الحق. اوكي. لا يعني دايما الواحد مش دايما، بس في ناس بتدي. انا من النوع اللي ببدي الاولاد واي يعني واهلي واحمد يعني حاجات كده، وبتنسي ساعات نفسك. صحيح. فانا اتمنى السنه دي ان انا طبعا الحاجات دي طبعا مش هنساها. ايوه طبعا هي يعني برضو عندك. هفضل طبعا سبورت احمد واولادي وكل حاجه، بس يبقى في بس كده جزء لنفسي. اركز مع نفسي السنه دي واشوف انا فعلا محتاجه ايه الخطوات اللي لازم اخدها عشان اعمل حاجات انا نفسي فيها لحد دلوقتي ما عملتهاش. بالظبط. انا هشاركك الامنيه دي، واتمنى ان علا رشدي تخدم علا رشدي في السنه الجديده. ان شاء الله. فنيا وانسانيا كمان. طبعا وانسانيا كمان، مع ان هي انسانيا طبعا على السوشيال ميديا احنا عارفين تفاصيلها وولادها ورحلاتها والرقص بتاعها وكل الحاجات الجميله اللي بتوريها لنا، لكن برضو تخدمي نفسك على المستوى الانساني والفني. ودايما كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. سنه جديده سعيده علينا جميعا. يا رب. امين علينا كلنا. ميرسي جدا. شكرا.